انا لحد الان ما توصلت حتى شي رساله اللي كتتعلق بهذا الامر هذا، وكان نفس السؤال اللي تحط ليا في المجلس الحكومي، وقلت له ما توصلت حتى شي رساله اللي كتدلي على انه، لان هذا الشيء كله كان تم باتفاق وكان محضر ثانيين عليه كل شيء. يعني ما كاينش يكون واحد المحضر ثانيين على جميع الاطر المهنيين ومن بعد غيكون راه عندهم اشكاليه. انا لحد الان ما توصلت بها. شكرا.